مباراة نيجيريا وليبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية هي الشغل الشاغل للعالم كله النهاردة بعد الأحداث اللي حصلت بين المنتخبين وإعلان نيجيريا انسحابها من الماتش. لحد دلوقتي كل منتخب عنده وجهة نظر في اللي حصل. المنتخب النيجيري قال إن المباراة كانت هتتلعب في بنغازي والطيارة بتاعتهم لما دخلت الأجواء الليبية منعوها من إنها تنزل في مطار بنغازي وطلبوا إنها تروح على مطار الأبرق الدولي في مدينة البيضاء اللي بتبعد عن بنغازي اكتر من 190 كيلو. الطياره النيجيريه نزلت في مطار الابرق، بس زي ما قال لعيبه نيجيريا قعدوا 12 ساعه في المطار، محدش عبرهم، ما كانش فيه اكل ولا شرب ليهم، ولا حتى الموظفين بتوع المطار كانوا يعني حد عبرهم، واضطروا يناموا على الارض. فاللعيبه قالوا مش هنلعب وخلي الليبيين ياخدوا الثلاث نقط، وكمان مش هنلعب الماتشات اللي هتتلعب في نوفمبر. الليبيين كانت وجهة نظرهم انهم عانوا كتير لما راحوا نيجيريا، اتعاملوا اسوأ معاملة، تم تفتيش شنطهم بصورة مهينة، منعوا الطيارة الليبية انها تنزل في المدينة اللي اتلعب فيها الماتش، نزلوهم في مدينة تانية، خلوهم يركبوا اتوبيسات لحد ما وصلوا المدينة اللي اتلعب فيها الماتش، وده كان سبب مباشر في هزيمة ليبيا قدام نيجيريا في الماتش اللي اتلعب في نيجيريا يوم الجمعة اللي فاتت بهدف واحد. عشان كده الليبيين بيعاملوا النيجيريين بنفس المعاملة. القرار النهائي هيكون للاتحاد الأفريقي، بس العقوبات المتوقعة على نيجيريا لو ما لعبتش الماتش إنها هيعتبروها مهزومة بثلاثية نظيفة، وهيبقى فيه عقوبات مالية. بس لو الاتحاد الأفريقي ثبت لي إن في إخلالات خطيرة من الاتحاد الليبي، الماتش هيتأجل وهيتلعب في وقت تاني، وهيكون في عقوبات على المنتخب الليبي سواء مالية أو غيرها.